موقعه نشوف عن العدد. هذا اسمه TMNY يوسف، يعني واضح انه هو من الشرق الاوسط. يعني شوف شو وضعه، قوي ولا ضعيف؟ تعال يا تيمان يوسف، ما حرحم انا صراحه. هذا شكله شكله كويس، شكله كويس، هذا يعرف كومبوز. اوبس، شوف هذا ايش الغلطه، هذه غلطه لاج. ضغط بي تحت مرتين، حنحاول نفوز. لو ما فزنا نلعب مع ثاني. نو نو نو، الحركات دي نعرفها، الكومبوز هذه نعرفها. تعال 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 تعال، هذا بينطط كثير ترى، يبي يعمل الكومبو حقه. هو يجي عنده كومبو مجنون شويه. هو شويه شكله معتمد على الكومبو حقه ده، ده شكله لعبه كويس صراحه. تعال 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 تعال، ما حرحمك، انا حموت بشرفي حتى لو فزتني. انا غلطه كبيره، المفروض انا امسك على والله. شوف اي، شوف شوف، ها بيعمل سبين، بيعمل الكومبو حقه، عملها اصلا، نقصت 50%. تعال تعال، حلو الصدى والله يا ولد، لعبه حلو ده. واد يا هبل، تعال تعال، ما في رحمة. ما حرحمك انا، ما حموت، ان شاء الله حفوز، بس لعبه كويس. نلعب مع تاني عشان انا موت نفسي بالغلط، لما موت نفسي بالغلط كنت فزت. شوف دحين انا خسرت، فنزل لي النقاط حقتي جلوبال سماش باورز، فانا دحين احسن من 3.6 مليون لاعب بدل 3.8. اعمل معي ريماتش تاني، ليش لا؟ هو ممكن ما يعمل معي ريماتش ويسحب، بس لسه شكله قاعد موجود عشان كان بيدور على احد من اول. ف لو خسرت ضده تاني بجاندور شكلي حغير لاعب، بس ممكن تقعدوا كده، او ممكن اقعد خليني اتعلم منه، ليش لا؟ حتى لو خسرت. ايوه ابدا ابدا، اللعبات حقه بتاعك ابدا ابدا، اللي بتسلى ده كومبوس حقه الغبيه. تعال، خايف مني. تعال تعال تعال. تعال يبي تعال. بس ابغاك تغلط. خد يا سلام. مع السلامة. كسرت الشيل ولطشته. خاف خاف خلاص، خاف مني. والله كسر لي الشيد هو. نعم والله، واحدة بواحدة. ها كم حق الغبي. نطط كثير، انا اسوي زيه، بس نطاته اسرع مني، ضربات النط حقه
ما اشوف تطلع لي فوق كده. تعال تعال ابغاك تغلط زي المره اللي فاتت كده. للاسف ما ظبط. تعال كنت ابغى يجيني عشان اقدر اضربه. لا لا الا القنبله الغبي حقه. يا اخي كيف مسكني؟ حيفوز. تعال ما في رحمه. اسكرام. تعال تعال حلو. ضربات النط حقته يعني مره بيسويها حلو صراحه. فازني ثاني. سلاب حلو. انا كمان استهونت فيه. هلا مع ثاني لغايه ما افوز. لا لا خلاص اخر مره اخر مره وهغير لاعب وغالبا حتقابل معاه ثاني صراحه عشان ما في شكله ما في غيره. ما في ناس كثير بيلعبوا في الوقت ده. كنت بحكيكم صح على شيء. ابيرنتلي يعني في السعوديه وفي جده وفي الرياض في مجموعة جدية في سماش براذرز اللي يبغى يلعب جامد. يعني زي مثلا ده الأخ في ناس بيلعبوا تورنمنت كده وبدون أسلحة وون أون وون وأشياء مجنونة كده. بيعملوا مباريات تحدي ضد بعض وأول ثلاثة مراكز هم يفوزوا جوائز ويفوزوا فلوس وأشياء زي كده. تابعوا حسابات. في حساب اسمه تك ذات تي إي سي إتش حاطه إن شاء الله في الـ في الـ ديسكريبشن حق المقطع. وفي حساب ثاني اسمه ديزرت سماشرز رياض. ديزرت سماشرز فاللي في الرياض وفي جده يتابع الاشياء دي تقريبا بيسووا مره في الشهر اشياء. المسكه ما حدش كمان لازم ينتبه منها. فرحت واحده في جده كانت جيده صراحه انبسطت بس طبعا تهزأت على طول عشان لعبي ما زي ما هو زي لعبه مجنون. هذول حافظين فريم داتا يا عمي شو اسمه ده ومين هنا ومين اقوى من ايش وايش الضربه اللي تهزم ضربه. ما اعرف الاشياء دي كثير صراحه. انا بلعب باحاسيسي من لعبه 64. خد خد تاني. حلو لازم ابدا اسوي جيد نطنطة بس حقت جاندورف بطيئه. انا غبي. حلو والله لعبه مره حلو. لا 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 بيخلص مني من بيو. بيخلص مني من بيو فوق. بيستهون فيا ترى. خد استهون فيا والله لا اخوفك. اكره الاستهوان. تعال هنا. استهون فيا موت. انا بدي نفس حركه ثاني. ابغى وانا نازل اضغط بيه فوق عشان اخاف يجي علي ويقتلني. خلاص حبطل. هزاني ثلاثه مرات. نعمل نوري ماتش واللي حنسويه الاتي بعد ما احط بطاريات اللابتوب عشان ما يخلص علي المقطع.
سوري حختار لاعب تاني لاعب غير غندور عشان تعرف يفوز ويعجبني برضو حب ألعب بالتقال أكثر شيء أوكي معلش على ال أوكي هختار دي كي أنا حار ألعب دي كي أحب ألعب دي كي كمان فيها آه جاء شكله هو نفس الرجال يوسف هذا خلينا نشوف كيف بي دي كي أقدر أسوي لو ما زبط هختار واريو أيوه نفسه شو هو الوحيد اللي بيلعب ترى Let's see if we could do better البنش حقه هو مشكلة دي كي انه كبير فيقدر يعمل الكوموز بسهولة العليا وعنده مسكات لويجي بنت مرة رهيبة عمل دوج حرام خد يا اخي خد يا اخي هنكسر لك ابو الشيط حقك دحين فين رايح؟ يا خسارة هو حظه سيء البيو قدام حقت لويجي مشكلته انه ممكن يعمل ميس فاير هذه ممكن تفيد لو هو فوق بس لو تحت الملعب ممكن يخسر الراحة تعال ماسك حقته لسه انا غبي نزلت له بطريقه عبيطه خد يا هبل تعال 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 خد يا هبل بس شوف انا عم نزلت وقتلت نفسي زي الاهبل لا 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 إن الموت فين وليس لي حلوة 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 يا سلام عليك آخر واحدة شيل يا خسارة خد يا أهبل هزمته يا سلام إحساس حلو صراحة لما تهزم واحد يعني دي كانت دي كي انا احسن منه شوي بجاندورف نلعب معاه تاني ليش لا عشان لعبه حلو عشان اداني فرصه ولعب معي ثلاث مرات ما في غيره شكله بيلعب اصلا نلعب معاه تاني تعال لويجي المسكة حقته لازم انتبه منها الا البيز حقتك بيه فوق هذه خليها مع نفسك خذ يا هبل يا كلب خدعني نزلني بطريقة غريبة المسكة الغبية حقته دي يعمل لي كومبو ب 50%
انتبه. حلوة كومبو. مسكة وبيو بيو بيو تحت. خذ يا هبل. بس رفزة واحدة. والله مسكتين مع بعض هذي. يا كلب عمل لي سبايك. والله حيوان هذا. يلعن اهلك يا شيطان. بيعمل لي بي فوق بس ما اظن حخسر. باقي لي كثير. شوف حاول اخذ منه فرصه قبل ما اموت. يا كيف اوف هذا اداني بيه فوق وانا بضربه. طيب ثاني عنده 4 مليون هذا مع لويجي. يا من الذين لازم اشوف حل مع هذا. لازم ابعد من مسكاته ولازم احاول اعمل حركات في الهواء بس حركاته الهوائيه وحقته اسرع من حقتي. عنده بس البي فوق حق دي كي حلو. شوف حيبدا واو. ما عندي شيء اقوله على الكومبو اللي زي كذا. مسكته احلى من مسكته. مره لعبه حلو يا اخي. ما اعرف ايش اسوي. خليني اتعلم منه. اتعلم منه ليش نقعد معه شويه. ما دام لعبه حلو. اسرع لازم اكون فنان. اكون فنان. انت المسكه حقتك دي في ازمه. يا حرام عملت دوج اسرع من العاده. لازم في طريقه اني اضبط اني ابعد من مسكته. بحاول فرصة واحدة بس ياخذ مني. بيحاول يهزمني بطريقة غلسة. لا 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 يس. هاخذ منه فرصة. لا يا خسارة. حاولت اشد في اخر لحظات. تاني give me more. شوف انا ما عندي مانع اتهزأ بس يكون بطريقه كويسه. يعني هذا فنان صراحه لعب لويجي فنان. ولويجي عنده كومبوز انا ما صراحه ما اقدر اسوي بالسرعه. ينزل فوق يطلع فوق يمسكني مسكه ويعمل لي كومبو ويطلع لي 50%. ما اقدر اسوي كذا صعب علي. اها بدا.
تقلب عليه. اخر واحدة ليه ما تقدر تسويها؟ خلاص فهمت التنفوي بحاول. تمام تعال. عارف تسوي شيء معاه في الهواء. يعرف تسوي اي شيء من اعمال الهوى صراحة. لعبه في الهوى مجنون. شوف حتى وانا بحاول امسكه بعد الضربة حقته في الهوى ما اقدر اسوي شيء. بدأ. الضربة دي ما تفيد. خلاص فهمت التكتة حقتها. وبيسوي شيء في الاخير. حلوة الجاب لوك هذه ورهيبة. حلوة يا اخي ما اعرف كيف يسويها دي. وانا طايح في الارض يضرب لي ضربتين. يخليني طايح في الارض يعني يعمل لي بيبي فوق. تاني تاني. نتعلم منه. بس فهمنا فكرة اللي هي الكومبو حقه. ما يقدر يسوي اخر ضربة غير لو يعني عشان انا بكون ماسك جاهز له. فبمسك الشيلد هو يقدر يسوي اللي يبغاه بس ما حيخلص مني. الكومبو حق العبيط ده بعد المسكة. هذه هذه ايوه. هذه 18%. كيف مسكني وانا تحت؟ عشان عارف ده ينقص شيء كثير. كمان خد يا اهبل استهون. المسكه الغبيه دي خد. حاول تبنش بعد كل ما تسوي المسكه دي اعذبك. حرام. كمان كيف بيمسكني بالطريقة دي؟ ياهو برضه عم دوج. يا غبائك يا شيخ. خليني ننزل. مرة ماني عارف اسوي معاه شيء. خد يا اهبل روسية. إن شاء الله أفوز. حرام حرام ينقصه 16. هاي المسكة الغبية. بس البيو تحت حقته تهزم الروسية حقتي.
خود يا أهبل. ها هزمته تاني. يا سلام. شوي شوي بتحسن. شوي شوي بتحسن. شوي شوي في تحسن. بس ما بعرف ألعب معك كم جيم وأخلص صراحة. كنت بوريكم نبدأ على أونلاين بس تحمست إني ألعب كم جيم معك. عشان اللعب مرة رهيب صراحة. عرفت له كم تكة يعني إني الكومبو ده خلاص أسحب عليها. اي خلاص اوكي مسكر هيو. اوه الكومبو كمان ما تنفع غير في بداية اللعب. ايش حصل؟ تحت حقته دي لازم انتبه منها. اها لا 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 ايه لا بس ضربني تحت العبيط حقه. اها شوف ها بدأ. خد يا اهبل على تحت بس نقصت كثير مره. انا حق رجلي تحت اقوى. خد يا اهبل اكره الضرب الكومبو ده. هو المسكه دي تخلص مني يا اخي بيض. حد يمسك عشان بيعمل كومبو. امتكت انا فهمتكت. شوف عشان انا نسبتي واطيه مركز على المسكه فلازم انا انتبه ما اتمسك. اي خلاص فهمت التك. ان شاء الله فهمت التكة المرات الجاية حتى لو خسرت. اوف حتى هو بيركز في النط. قول يا اخي مع السلامة. بس الحين شوف بيعمل الكومبو فيها. هي حيبدأ ينطنط ويعمل التكة ويعمل بيو تحت. حرام حرام تاني. لا لن أموت أبدا. يا ولد بصدفة هذه كفتة صراحة اني انا فزت. كنت بنزله تحت. والله مرة كفتة. هذه كفتة انا اعترف انه هذه فوزت كفتة. ما كان المقصد اني اقتله بالطريقة دي. كان المقصد اني اقتله كيف اني انا ابغى انزل اعمله سبايك. بس سبايك ميست وهو كان اصلا جاي بيحاول يرجع الملعب فضغط بيه فوق عشان بس احاول اعيش. اي حيبدا بيقرب مني عشان يعمل اي مسكه الغبيه حقته دي.
فوت انا برضو 52. بطو كتير ترى. خد هي مسكة ديوتا خلاص هي مسكة مسكة تخلص منه. نايس سبا خد يا هبل ما تمسك او ناوي يمسكني عشان يعمل لي حظي حلو انا. لا 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 ولا هذا. الادج ساعده. بيو تحت. اي شفت انا النسبة بتزيد لما نزيد نسبة معينة يقدر يعمل مسكة وبيو تحت الكومبو. انا بحاول اعمل دوج وماني عارف مع اللاج اني اعمل دوج حرام علي علق على نفس الضربه كل شويه شويه. Now that was a cheap win صراحه هذه رخيصه الفوزه دي عشان قاعد يعلق على نفس الضربه وانا ماني عارف اعمل لها دوج وماني عارف انزل لها. هذه كانت يعني ما لها داعي. العب مع جيمر جيمين خلاص اظن كده ختمنا الموضوع فهمنا الفكرة. هلا ما جيمر جيمين صراحة وخلاص اخلص مسك من بداية اللعب. انا برضو هعلق معاه ضربات انا برضو زي ما انت بتعلق انا اعلق كمان. نبدا تعليقات نعلق نحن كمان ما عندنا مشكلة. حلو الدوج الحين شوف هيبدا يسويها كل شوي هيك شوف عرفت ونزلت له ورحت له من الناحية الثانية. يمسكني يعمل بيو تحت شو اسوي؟ انا اروح الطرف عشان خلاص ما يسوي مره ثانيه وهو غلط ها؟ غلط الغلطه ممتاز. الحين هو عصب عصب انا احاول ابعد منه يبدا يعمل بيو تحت مسكه بيو تحت هذا بيسوي دحين مسكه بيو تحت هو دحين نية الشر حقته. المشكله الحين نسبتي عاليه فما يقدر يسويها الا لو يعني يقدر يسويه بس لازم انا انط بعد منه. ماسك الحريه حقته والله صادد حرام يا اخي الكومبو ده يجي علي. فيك ودي ضربة كده على فوق هذا اللي تحتاجه انت خلاص فهمنا. خلاص هو دحين معتمد على المسكة وبيو فوق بيو تحت حاولت يعني انزل تحت هنا
فهمنا الفكرة. اطلع فوق. والله حاولت. حاولت نعمل دوج منها. الدوج الضربة الغبية حقته. أنا عندي دوج للسايز. ما في المسكة الغبية حقتك دي. خد يا أهبل. يا سلام. أحلى إحساس لما تفوز على واحد أقوى منك. أنا استهون فيه هو. هذا استهون فيه. هذا اسمه استهوان. نديله ريماتش فرصة. هو أحسن مني. أعترف إنه أحسن مني بس برضه بفوزه. مشي. لو قاعد. حيمشي. أظن آخر جيم سواء فوز أو خسارة. كده يعني. دخلنا سيشن حلو اونلاين ووريتكم تحديثات 3.0. اخر شيء نسيت اقول لكم هو انه تضبيطات ال 3.0 بالنسبه للعيبه هم ضاعفوا البروجكتايلز. اي شيء بروجكتايل ضاعفوه. يا حرام اني ما اوكي. بدا لاج خلاص كده اللاج يعني بطلنا لعب. انا لاج ما احب اللاج انا الا اللاج. لا غبي لا انا ما حقدر العب هنا كذا بالطريقه دي. هذه ما لها داعي صراحه. This is stupid. هذا غباء. ما اعرف اللاج مني ولا منه. لاج مره غبي. شوفوا برضه ما بيدي فرصه. This is stupid. هو ما حيقتل نفسه كمان وهو بيعمل حركات غبيه. هذا كده اخر جيم صار عشان الفوزه حقته unfair في اللاج. شايف ماني عارف اعمل صد. لا لاج في لاج في في لاج مره واضح. ايه في لاج ماني عارف اصد ماني عارف اصد. كده راح نخلص من الجيم ما راح نلعب معك ثاني. سوري هذه ما تستاهل. عشان لو ما كان في لاج كان مداني يصد اخر ضربات من كل الضربات اللي بكومبوز اللي بسويه دي وانا في فرصه واحده راحت من اللاج. سو كده خلاص مع السلامه يا يوسف. المهم نوت باد مو بطال. تهزأنا شويه بس يعني ورينا لكم فكره بالنسبه للعب. كنت بقول لكم شيء اخير ونسيت ايش هو. في شيء ثاني برضو عشان برضو تظبطوا اعدادات حقتكم. لو انتوا النت حقكم فايبر اوبتيك اللي هو الالياف البصريه في طريقه تخشوا على اعدادات نفس السويتش حقت النت. ما اقدر اوريكم هنا عشان الاي بي حيكون باين. فالنت حيبين لكم اشياء معينه بالنسبه للاعدادات السويتش. حطوا شيء اسمه ام تي يو. الام تي يو 1500. لو حطيتوه 1500 وانت عندكم فايبر اوبتيك حيظبط لكم النت يمكن احسن واحسن. غير كده في شيء اسمه دي ان اس كمان. دي ان اس عندك 1111 هذا اول واحد وثاني واحد اللي هو 1001 1.0.0.1 واول واحد 1.1.1.1. هحط لكم هي برضه في الديسكربشن حق المقطع. على العموم يعطيكم العافيه. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا من مقطع سماش بوتس طويل. ما اعرف لو حقسمها على فيديو خليه فيديوين ماني داري. خليها مره واحده وخلاص نفس المقطع ولا اقسمها على قسمين. نشوف على العموم. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا فيها. ونراكم على خير بالعاب ثانيه باذن الله. ولو عندكم اي اقتراحات اي اشياء تبغوا تشوفوها بالنسبه لسماش او غير كده نينتندو غير نينتندو عندكم تعليقات في الاسفل. يعطيكم العافيه مع السلامه.